انا على اساس فاز الزنقه قال في راس الزنقه الهال داك الشيء شويه بانوا لي الدخاخين جيت تنجري لقينا البنوات واحد السطوكات ديال البنوات لا في راي شعل فيهم العافيه مع في الكلسه الكلسه راه معريه خلاص الكلسه ديال الرياضه هي هذيك من اللي لقينا العافيه راه مضينا اللي جا الله يعلم ما نقدر نقول لك شنو هو السبب حيت البنوات معزولين وحدهم ما كاين حداهم حتى شي حاجه اللي هي الضر كاين حداهم شجره ديال القرن صافي وموراهم لديك الجهه كاين سوق نامو دي جيراي مخلي ما كاين فيه حتى حاجه وجنابها ما فيها حتى شي حاجه المهم ما كاين حتى شي مضره ديال شي حاجه زعما تحرق ولا شي البنوات وحدهم